بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سعيد جدا لحضوري مثل هذه الفعاليات الثقافيه الاجتماعيه حقيقه، يعني شكرا من القلب نتقدم لمؤسسه بيت الزبير، هذه المؤسسه العريقه الحقيقه اللي بدات تقدم مناشط وفعاليات على مستوى كبير جدا. ثانيا حقيقه بالنسبه للتظاهر اليوم حقيقة أبهرتنا جدا، وسعيد جدا بحضور البرنامج الثقافي اللي هو الموسيقى الصوفية. ومن مقالك لم هذا It was a very nice concert. I have never experienced a Sufi concert before. We hope to see the others tomorrow. It's interesting to know more about Sufism. I don't know anything about it, so I will try to find out. But we're very happy that Beit al-Zubair is doing something that we can enjoy, and that is also Omani. أنا عريج أضاء لك السبيل على ربعي أحبتي يا جليل. أنا عريج أضاء لك السبيل على ربعي أحبتي يا كان والله جميل وماشي تضيعة وقت، والكلام كان حلو، تجليات وايد والله الصراحة. كان يعني إحساس جميل إني حضرت هني معاكم، استأنست الحمد لله. أنا عالية عبد الله علي محمد الفارسي، شكرا لبيت الزبير على هذا التنظيم، وشكرا على هذه الفرقة اللي قدمتها اليوم بقيادة محمد موسى البلوشي. الحمد لله الذي وفق مؤسسة الزبير لعمل هذا المهرجان، ونتمنى إن شاء الله أن يتكرر هذا المهرجان سنويا. بكل صراحة أول مرة أسمع عن الموسيقى الصوفية في سلطنة عمان، كنت سمعت عنها في سوريا وفي المغرب في الأردن في ليبيا في مجموعة من الدول الأخرى، ولكن كتجربة هذا العام أعتبرها تجربة فريدة من نوعها في سلطنة عمان، أتمنى أنها تتكرر دائماً.